إلى المصالحة باعتبار أنه هذه الفترة التي صاحبت اختطافها للأخ التيسير صاحبها كثير من الحوارات والحديث والحديث الجاد والتشخيص للحالة العراقية، وأنا أعتقد بالأخير أن الحوارات ممكن أن تأتي بالنتائج. هناك جهة أخرى من غير العراقيين، أقول من غير العراقيين، تساعد على إذكاء مثل هذه الأعمال وتساعد على يعني زرع روح الفتنة وتساعد على سفك مزيد من الدماء وقتل الكثير من العراقيين الأبرياء. وأعتقد هؤلاء قطعا لا ينتمون لا وطنيا ولا عرقيا ولا يعني عشائريا إلى هذا البلد. تيسير المشهداني البالغة 31 عاما، أم لولدين وتحمل شهادة الهندسة وأحد أهم أعضاء الحزب الإسلامي، كانت قد اختطفت في الأول من تموز يونيو الماضي مع 5 من حراسها الشخصيين، أطلق بعضهم فيما ينتظر إطلاق سراح الباقين قريبا. شريحة كبيرة من المثقفين الذين عانوا من التهميش عهد النظام السابق التأموا لتشكيل هيئة عليا تضم اتحادات ونقابات وروابط ثقافية وإعلامية لرفع مستوى مساهمة المثقف العراقي في الحياة العامة. تقرير محمد العمار. بعد أن تناسلت هموم المثقفين جراء تهميش المؤسسات السياسية والاجتماعية لهم منذ سنوات، التأموا وشكلوا ما أسموه بالهيئة العليا للمنظمات الثقافية في العراق التي ضمت اتحادات ونقابات وروابط ثقافية وفنية وإعلامية كالاتحاد العام للأدباء ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين العراقيين وغيرها. أحد المؤسسين لهذه الهيئة أكد أن مهمة المثقف ستبقى مقدسة وبعيدة عن الخطابات الأيديولوجية. الفنان التشكيلي شأنه شأن كل المبدعين في العراق، قد تضرر كثيرا مما يجري من أحداث تراجيدية في هذا البلد. حقيقة كان فنان تشكيلي ينأى بنفسه عن الخطاب الأيديولوجي فيما سبق، والآن بقي بلا نصير بسبب عدم الدعم الحكومي. أدباء يعتقدون أن تشكيل هكذا هيئة سيرفع من مستوى مساهمة المثقف العراقي في الحياة العامة بعد أن اتهم من قبل البعض بالابتعاد عن هموم بلده وبقي يمارس عملا تكنوقراطيا حرفيا. أرى أن هذا التضامن بين جميع المثقفين في الوقت الذي يحميهم من الناحية النقابية ويجعلهم يقفون كتلة واحدة أمام مؤسسات الدولة المختلفة في الوقت ذاته، هو يؤكد قدرة المثقفين على التفاعل مع الواقع الاجتماعي والسياسي. ولأن المثقف زاده إبداعه ولن يقبل بالوصاية من أحد، فقد شدد المجتمعون على أن الاتحادات والنقابات المنضوية تحت لواء الهيئة العليا هي منظمات مستقلة تعتمد على الدعم الذاتي لتمويل أنشطتها. الدعم ذاتي فعلا، لأنه كل المستلزمات التي بدأنا بها تغطى من مالية هذه المنظمات، رغم أننا نتطلع دائما إلى دعم من الدولة تنفيذا لقوانين موجودة في الدولة تلزم وزارة المالية، تلزم وزارة الثقافة بأن تدعم المشاريع الثقافية في البلد سواء صحفية أو فنية أو أدبية. ولعل أهم ما أجمع عليه المؤتلفون طرح خطاب ثقافي جديد يختلف عن الخطاب السياسي. هذا الخطاب تنويري يؤمن بضرورة تلاحم العراقيين والتسامي على الخلافات الحزبية والطائفية والمذهبية وصولا إلى بناء مجتمع عراقي يؤمن بدولة المؤسسات وبقيم القانون. محمد العمار، الحرة، بغداد. وفي سياق متصل، أعلن نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي أن هناك مساعي حثيثة لتخصيص قطع أراضي سكنية للصحفيين في بغداد. التميمي قال إن أمين بغداد صابر العيساوي فتح مجلس الوزراء لاستحصال موافقته على تخصيص 2000 قطعة أرض سكنية في الكرخ، ومثلها في الرصافة توزع على الأعضاء العاملين في النقابة. نقيب الصحفيين أشار إلى احتمال بناء قطعتي الأرض اللتين ستخصصان للصحفيين على شكل مجمعين سكنيين كبيرين. فاصل قصير نتابع بعده الأخبار والتقارير الاقتصادية والتنموية، ابقوا معنا.
فلاحون يستهدفون زائري الإمام الكاظم في مشهد دموي يثير أسئلة عن حقيقة المصالحة الوطنية. رسائل تهديد على هيئة رصاصات تروع حياة الآمنين وتقتلعهم من بيوتهم، وتراجع الخدمات الأولية يعيد الحياة الإنسانية في العراق إلى ما قبل الدولة المعاصرة. 7 أيام مع علي عبد الأمير هذا المساء عبر قناة الحرة. بجرأتكم نغير الشائع. شو الضرر ان تكون امرأة عاملة وبنفس الوقت مطلقة او ارملة؟ قضاياكم مسؤوليتنا. كل انسان بالمجتمع عنده مسؤولية تجاه خير انسان. بزاهي جسد مش معي بس روحه معي. مع الناس، مع توني فوق، غدا في 6:16 بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة. الرد الإيراني على الحوافز الدولية، غموض يمهد لمفاوضات الأمن مواجهة. حديث السلام بين سوريا وإسرائيل، أي احتمالات لإحياء العملية السلمية؟ الخطة الأمنية في بغداد على وقع التفجيرات، قصور أمني أم تواطؤ سياسي؟ أحد الأسئلة مع نديم قطيش غدا في 10 مساء بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة. قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برهم صالح، قال أن الحكومة تدرس موازنة موسعة العام المقبل لتحفيز الاقتصاد الوطني في إطار مشروع قانون جديد ينتظر إحالته إلى مجلس النواب الشهر المقبل. صالح صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه مع آخرين في مجلس الوزراء يدعون إلى توقعات أكثر حذرا بالنسبة للإيرادات من تلك التي تتوقعها وزارة المالية، مشيرا بأن القدرة على الإنفاق قد تحسنت بعد الثغرات التي شهدتها الفترة السابقة التي استغرقها تشكيل الحكومة. منح البنك الدولي العراق 500 مليون دولار كقرض ميسر يسدد على مدى 40 عاما ويخصص لوزارة البلديات. مدير مكتب البنك الدولي في عمان زياد بدران صرح بأن القرض سيستغل لاستثمار وتنفيذ مشاريع متفق عليها مع الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن البنك سيتولى أيضا تدريب الكوادر والمسؤولين العراقيين لتمكينهم من الإشراف والمساهمة في تنفيذ المشاريع التي يتبناها البنك. ونبقى في البنك المركزي العراقي، حيث أشار البنك إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد العراقي وصلت إلى 70% في شهر تموز بعد أن كانت 52% لشهر حزيران. خبراء اقتصاديون يرون أن نسبة التضخم الحقيقية أعلى من النسبة المعلنة. تقرير زياد نهاد. بلغة صريحة أوضح البنك المركزي العراقي نسبة معدل التضخم المالي في العراق ارتفعت إلى 70% على أساس تقييم سنوي بعدما كانت قبل شهر 52% ونيف. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الوطني يغرق في ركود تضخمي. ناشطون في الشأن الاقتصادي بيّنوا من جهتهم نسبة التضخم الحالية أكثر مما أعلنه البنك المركزي، موثقين كلامهم بدلائل إثبات. التضخم النقدي يقاس ب أخذ عينات عشوائية من أسواق مختلفة في بغداد والمحافظات. سعر كشفية أي طبيب قبل سنة كان الطبيب الاختصاصي كشفيته لا تزيد عن 3000 دينار. أمس سمعت أن أطباء كثيرين رفعوا كشفيتهم إلى 10000 دينار. معنى هذا أنه حوالي 320% من التضخم قد تحقق في مجال كشفية الطبيب. سلة الدواء، استكان الشاي، قبل سنة استكان الشاي كان ب100 دينار، الآن استكان الشاي ب250 دينار، بمعنى أنه زاد 150%. خبراء آخرون وقفوا على المسببات الرئيسية للتضخم والمتزايدة حسب استقراءاتهم، منها ارتفاع سعر المشتقات النفطية وانعكاساتها على السوق العراقية عموما، لكون المشتقات تمثل سلعة محورية وليست مجردة. أسعار المشتقات النفطية، لأن أصبح أكو سوقين، السوق بالمحطات و السوق الموازي إلى بالشارع، تشتري المشتقات النفطية أصبح تشتري سعر لتر البنزين ب1000 أو 1500 دينار وصل بالحقيقة. هذه أثرت
على الكونسيومر على حسابات الكونسيومر برايس اندكس. تكاليف النقل صارت كلش عالية، حتى اللي تنقلها من البصرة إلى بغداد تكاليف النقل طفرت هواية، هذا أيضا أثر على معدلات التضخم. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وصفت الاقتصاد العراقي بالمعتل، وتواجه قطاعاته الإنتاجية معضلات ومشكلات بنيوية وكانت من المسببات في تفاقم نسب التضخم، ولن يقضى على هذا المرض إلا بعد معاودة النشاط الاقتصادي الوطني مجددا. الذي يتوقف التضخم في العراق ما لم تعود العافية إلى الاقتصاد العراقي، ما لم تضخ المزيد من الاستثمارات في مفاصل هذا الاقتصاد، ما لم تعود للقطاعات الإنتاجية حيويتها ونشاطها وتستطيع أن تمارس عملها بصورة سليمة. بدون ذلك لا نتوقع للتضخم أن يتوقف. وفي ظل ضغط الظروف الأمنية وتأثيره على الاقتصاد الوطني عموما وعدم استقرار صادرات النفط خصوصا جراء تعرض الأنابيب الناقلة له وبصيغة مستمرة إلى عمليات تخريب، لربما سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي إذ لم تتدارك الجهات الرسمية خطورة الأمر. زياد نهاد، الحرة، بغداد. ذكرت وزارة الموارد المائية أن كميات المياه الواردة إلى البلاد في نهر دجلة ستتأثر بشكل كبير عند إكمال تنفيذ مشروع سد أليسو التركي الذي سيتحكم في تحديد كميات المياه المطلقة إلى العراق. المتحدث الرسمي للوزارة صرح اليوم بأن الوارد المائي الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية يقدر ب 21 مليار متر مكعب سنويا، وفي حالة تنفيذ المشروع التركي ستنخفض النسبة لنحو 10 مليارات متر مكعب سنويا، ما سيؤثر سلبيا على حجم الزراعة وتوليد الطاقة في البلاد. تدرس المؤسسات البحثية إمكانية اعتماد طاقات بديلة عن مشتقات البترول لتوليد الطاقة الكهربائية. مركز بحوث الطاقة الشمسية أنتج مولدات تمثل المولدات التي تعمل بمشتقات البترول لكنها تعتمد على الطاقة الشمسية. بسبب المشاكل التي تنتج جراء الاحتياج الكبير للوقود العادي المحروقات لإنتاج الطاقة الكهربائية، تتجه المؤسسات البحثية ودوائرها المختصة الآن للاعتماد على الطاقات البديلة أو ما يسمى بالطاقات المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية بديلا عن الطاقات النافذة التي أخذت تشكل عبئا على اقتصاد العراق مع زيادة الأزمات لكثرة الطلب عليها. ما نبتعد عن قضية استخدام الوقود والبترول بالمحطات الكهروحرارية لإنتاج الكهرباء، وإنما لتوفير هذه المادة في سبيل التوفير أيضا للبلد، توفير ميزانية إضافية، لأن هذه الطاقات هي طاقات طبيعية متوفرة بالطبيعة اللي هي طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو مثلا حتى استخدام طاقات الطاقة الكهرونووية عن طريق بناء محطات كهرونووية. مركز بحوث الطاقة الشمسية وتماشيا مع التطور الحاصل في العالم بدأ بتصنيع مولدات صغيرة نسبيا تتماثل بالحجم مع ما موجود في السوق من مولدات مستوردة تعمل بالوقود، لكن هذه المولدات الجديدة اقتصادية ويمكن أن تكون بديلا مناسبا لأغلب العوائل من المولدات المتوفرة والتي أثبتت عدم كفاءتها في ظل الانقطاع الطويل للكهرباء، فهي لا تحتاج إلى صيانة ويتم تخزين الطاقة اللازمة عن طريق أشعة الشمس عبر ألواح أو خلايا خاصة وتعمل بكفاءة جيدة. احنا بالنسبة لنا أصبحت حاجة بالحقيقة، ففكرنا في هذا الموضوع وسوينا فد منظومة بسيطة اللي هي مكوناتها الرئيسية هي اللوح الشمسي اللي نعتبره هو مصدر الطاقة للشحن، والعاكس أو الانفيرتر اللي هو يحول لنا الطاقة الدي سي إلى أي سي اللي هي الأجهزة المنزلية كلها تشتغل على 220 فولت تيار متناوب، والمخزن مالنا اللي هو البطاريات. فريق العمل متواضع وبإمكانيات عمل متواضعة أيضا، يتواصلون بظروف استثنائية لأجل إكمال أكبر عدد من المولدات وإنزالها إلى السوق الرئيسية. عندهم يومية وشغل، ويعني حسب ما تشوف يعني احنا بالحرب والعرق والهاي شفنا دنشتغل ودن يعني ننجز مشاريع وبس انه يعني الطاقة الكهربائية لو شوي يوفرونا يعني انه اجهزة على غفلة يعني تنقطع عن التيار الكهربائي نتوقف عن العمل. وزارة العلوم والتكنولوجيا تسعى لتطوير المشاريع التي تعمل بالطاقة الشمسية باعتبارها المشاريع المستقبلية، لكن الباحثين يلقون باللوم على الحكومة لعدم وضع ميزانيات مناسبة لهكذا إنجازات رغم أهميتها في هذا الوقت. التفهم يعني من قبل وزارة التخطيط شوية يعني مو بذيك الدرجة اللي
توازن دفاع الباحثين بهذا المجال وحاجة البلد خاصة. يعني مثلا على سبيل المثال احنا لو ننتج بالطاقة الشمسية يمكن نوفر او طاقة الهيدروجين مثلا نوفر، يعني لو مجرد برميل واحد هذا ممكن ان يستفيد من عند البلد خاصة في ظل الأزمة اللي يعاني من عندها البلاد. لكن المشكلة مشكلة التخصيص انه يعتبروها حد الآن الطاقة الشمسية والطاقات البديلة بشكل عام سواء طاقة الرياح طاقة الهيدروجين طاقة الشمسية يعتبروها هذه عبارة عن شنو، عن لا زالت في مجال شنو المختبرات والبحوث. ومن إيجابيات العمل بالطاقات البديلة هو عدم وجود النواتج العرضية التي تسببها المحروقات حيث تخلف تلوث كبير أثر على البيئة في العراق. عماد جاسم، الحرة، بغداد. فاصل قصير نتابع بعده الأخبار والتقارير الرياضية والمنوعة. ما يقال عن دموية وعنف صدام حسين يثير الرهبة في النفوس. It establishes direct link between Saddam Hussein and the murder of 8,000 Barzani. 8,000 رجل وفتى من الأكراد اختطفوا من ديارهم ولم يعودوا إليها أبدا. اليوم وبعد 20 عاما من البحث والتفتيش عثر على 3 قبور جماعية باتت جزءا من الأدلة ضد صدام حسين. فكيف يؤثر هذا الاكتشاف على المحاكمة وشعب العراق برمته؟ صدام على طريق الجحيم. غدا 5:10 مساء بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة. شاهدوا الحفلة 58 للأمي أوردز حصريا الأحد 4:00 بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة مباشرة مع عائشة الدوري للسنة 3 على التوالي. الحفلة 58 للأمي أوردز الأحد 4:00 بتوقيت بغداد حصريا عبر قناة الحرة. اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أنها ستتحمل تكاليف إعداد الرياضيين العراقيين للدورة الآسيوية في الدوحة. معسكرة الإعداد ستحتضنها القارة الأوروبية على مدى 3 أشهر لتأهيل 80 رياضيا عراقيا في مختلف الألعاب للحدث الآسيوي الذي يقام نهاية العام الحالي. رمت اللجنة الأولمبية الدولية بثقلها دعما للرياضيين العراقيين بإعلانها تحمل التكاليف المالية الكاملة لتحضير لاعبي المنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب التي سيشارك بها العراق في الدورة الآسيوية المقبلة في الدوحة نهاية العام الحالي. مسؤولو اللجنة الأولمبية العراقية أكدوا أنهم تلقوا موافقات عدد من اللجان الأولمبية في القارة الأوروبية لاحتضان الرياضيين العراقيين بمعسكرات تدريبية لمدة 3 أشهر يشرف عليها مدربون من تلك الدول على إعداد لاعبي العراق للحدث الآسيوي المرتقب. ساهمت اللجنة الأولمبية الدولية باحتضان الرياضيين العراقيين استعدادا للدورة الآسيوية التي ستقام في الدوحة. ومن هذه الألعاب اللي سوف تستضيفها اللجان الأولمبية في العالم، مثلا اللجنة الأولمبية الإيطالية سوف تستضيف ألعاب القوى القوس والسهم في إيطاليا أو كوريا، بالإضافة إلى رومانيا المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية، والتشيك وأيرلندا راح تأخذ الملاكمين، بالإضافة إلى ألمانيا الكرة الطائرة الشاطئية. اتجاهات المعسكرات التدريبية وضعت المصارعين والرباعين ولاعبي الجمناستيك في رومانيا، بينما يتوجه العداؤون إلى إيطاليا والملاكمون إلى جمهورية التشيك وإيرلندا، والقوس والسهم إلى إيطاليا أو كوريا الجنوبية، والكرة الطائرة الشاطئية إلى ألمانيا. اللجنة الأولمبية الدولية مهتمة بنا اهتمام كل كبير، وراح نغادر العراق إن شاء الله عن أيام قليلة للمشاركة في المعسكرات الخارجية، وإن شاء الله سوف نحقق للعراق نتائج مشرفة للبلد، وإحنا مستعدين استعدادات جيدة جدا. خطوة إقامة المعسكرات التدريبية في بلدان متقدمة ترمي إلى تطوير أداء الرياضيين العراقيين ليس للدورة الآسيوية فحسب، بل للألعاب الأولمبية في بكين أيضا. اللجنة الأولمبية الدولية مشكورة بجهد استثنائي من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قامت ب
مجموعة من الاتصالات والمباحثات حول تدريب الفرق العراقية في دول أوروبا أو في أحد الدول اللي تدعم الرياضة العراقية. وبالنسبة للفريق العراقي أعتقد أنه تمت الموافقة على أن يستضاف من قبل تركيا. الوفود الرياضية العراقية ستتوجه قريبا وفق مواعيد متفق عليها إلى معسكراتها التدريبية التي ستحتضن إجمالا 80 لاعبا بمختلف الألعاب الرياضية. جولة عراقية قريبة في عدد من الدول الأوروبية بناء على دعوات من لجانها الأولمبية تحضيرا للرياضيين العراقيين للدورة الآسيوية في الدوحة نهاية العام الحالي، في بادرة تحسب للجنة الأولمبية الدولية التي قررت تحمل تكاليف تلك المعسكرات دعما للرياضة العراقية. عدنان لفتة، الحرة، بغداد. أعلن نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود اليوم بأن المنتخب العراقي سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي وديا في 28 تشرين المقبل في سيول في إطار تحضيرات الطرفين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2007 في تايلاند وأندونيسيا وفيتنام وماليزيا. حمود صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المباراة تأتي ضمن معسكر تدريبي يبدأه المنتخب العراقي في كوريا الجنوبية مطلع الشهر ذاته قبل انتقاله إلى بكين لمواجهة منتخبها في 15 تشرين. ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام الصين مقابل 3 نقاط لكل من سنغافورة وفلسطين. فصل قصير نتابع بعدها الجزء الأخير من نشرة أخبار العراق اليوم، فابقوا معنا. يستهدفون زائري الإمام الكاظم في مشهد دموي يثير أسئلة عن حقيقة المصالحة الوطنية. رسائل تهديد على هيئة رصاصات تروع حياة الآمنين وتقتلعهم من بيوتهم، وتراجع الخدمات الأولية يعيد الحياة الإنسانية في العراق إلى ما قبل الدولة المعاصرة. 7 أيام مع علي عبد الأمير هذا المساء عبر قناة الحرة. الرد الإيراني على الحوافز الدولية، غموض يمهد لمفاوضات الأمن مواجهة، حديث السلام بين سوريا وإسرائيل، أي احتمالات لإحياء العملية السلمية، الخطة الأمنية في بغداد على وقع التفجيرات، قصور أمني أم تواطؤ سياسي؟ أحد الأسئلة مع نديم قطيش غدا في 10 مساء بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة. شاهدوا الحفلة 58 للأمي أوردز حصرياً الأحد الساعة 4 فجراً بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة مباشرة مع عائشة الدوري للسنة 3 على التوالي. الحفلة 58 للأمي أوردز الأحد الساعة 4 فجراً بتوقيت بغداد حصرياً عبر قناة الحرة. وردنا للتو أن انتحاريا بدراجة نارية تسبب قبل قليل في مقتل 7 مدنيين وجرح 6 آخرين في سوق شعبي في البصرة. قصور الرئيس المخلوع صدام حسين موضوع فيلم عرضته نقابة صحفيي كردستان. الفيلم يوضح منهجية الرئيس المخلوع في تبذيره لأموال الشعب العراقي في وقت كان أطفال العراق بحاجة ماسة للحليب. عرض الفيلم تزامن مع محاكمة الرئيس المخلوع بقضية الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأكراد. بالتزامن مع محاكمة صدام حسين وأعوانه على قضية الأنفال، عرضت نقابة صحفي كردستان فيلما عن قصور صدام للمخرج فريد عقراوي. الفيلم يدل على جنون العظمة لصدام خلال إنفاقه وتبذيره تلك الأموال الطائلة، وكان يسرق من قوت الأطفال المرضى ليصرفه على قصوره. عرض الفيلم كان رابطا بين ما يفعله بمصير الشعوب العراقية وما كان يحلم به من بناء القصور وفق خيالات مريضة. كان يصرف المبالغ الطائلة في الوقت الذي كانت حليب الأطفال مفقودة في الأسواق، في الوقت الذي كانت جميع المواد الغذائية تحصل بمشقة الأنفس، وفي الوقت الذي كانت تباد شعب بكامله. أشار الفيلم إلى أن أطفال العراق كانوا يموتون جوعا
فبحسب احصائيات ليونيسيف وصل وفيات اطفال العراق منذ عام 91 الى 98 الى اكثر من مليون طفل بسبب سوء التغذيه ونقص في الدواء، بينما كان صدام يجلب ارقى انواع المرمر بالاضافه الى اصناف فاخره من الاثاث والاكسسوارات ارضاء لرغباته. البناء وهالمليارات اللي دا تنصرف في فترة 1990 إلى سنة 2000 بناء هذا القصر مدة 10 سنوات تنصرف إلى مليارات الدولارات، والشعب العراقي نقول جوعان وميت من جوع، وعلى بعد يعني مئات الأمتار من هاي القصور تلاقي الناس عايشين في أكواخ. القصور التي بناها صدام تعكس نظرته للحياة وتذكر الجميع بأيام الدكتاتورية البشعة، لذا الاحتفاظ بها وجعلها متاحف لتدخلها الأجيال الجديدة لمعرفة مدى ظلم ذلك الحاكم كان دعوة الإعلاميين الكرد. الإبقاء على القصور ذكرنا بأيام الدكتاتورية، ذكرنا بالبشاعة التي رأيناها في طيلة 30 أو أكثر من 30 سنة. الإبقاء عليها في تقديره حاجة ضرورية. أتمنى أن تبقى القصور كما هي، ولكن أن تكون ملكا للعراقيين ولا تعطى لأي جهة كانت، لتبقى متحفا يزوره الزوار من جميع أنحاء العالم. في الوقت الذي ذهب خيرة شباب العراق ضحية حروبه الظالمة وترملت النساء، كان صدام حسين يجازي كل ذلك ببناء قصور فاخرة. سروى عبد الواحد الحرة، أربيل. رفض السلطات السعودية تسيير رحلات جوية مباشرة من المطارات العراقية إلى المطارات السعودية أجبر شركات السياحة والسفر في النجف على استعمال المطارات الإيرانية وصولا إلى الأراضي السعودية. تقرير راجي نصير. رحلة للعمرة انطلقت من النجف إلى الديار المقدسة في السعودية، يقول القائمون عليها أنها الأولى في العراق عبر إيران وباستخدام مطاراتها الجوية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين بالسفر والزيارة خارج العراق واستثمار العطلة الصيفية لأغراض سياحية. هذه الرحلة تمر عبر الحدود الإيرانية عن طريق الأهواز بالاتفاق مع الخطوط الجوية الإيرانية أو بالأحرى سازمان الإيراني نفسه. زين، واليوم أول رحلة تحركت ولله الحمد، أنا ربحي الوحيد فخري كتجربة جديدة بالعراق وكشركة جديدة بالنسبة لي. اختيار الطريق لنقل المعتمرين عبر الأراضي والمطارات الإيرانية جاء بسبب رفض السلطات السعودية إعطاء الموافقات للطيران المباشر من بغداد والبصرة وزيادة المخاطر التي تهدد المسافرين على الطريق البري المؤدي إلى الأردن وسوريا. كان أمنيتنا تطلع زوارنا من العراق نفسه. زين، لأن إحنا ما نختلف عن أي دولة بالعالم تطلع طائراتها منها، لكن الظاهر الظروف الأمنية الحكومة السعودية ما قدرت تطير طائرات من داخل العراق. أما طريق الأردن وطريق سوريا ما مؤمنة، طريق إيران هو الطريق الوحيد الأسلم للزوار أو المعتمرين العتبات المقدسة أو الحرم. المنافذ الجنوبية للعراق أصبحت الآن الأكثر أمنا لحركة السياحة والسفر باتجاه الخارج، لكنها تحمل في طياتها خسائر مادية إضافية للشركات والمسافرين على حد سواء بسبب التكلفة العالية للسفر عبر الأراضي والموانئ الإيرانية. بالنسبة للتوجه على طريق إيران بالنسبة للأمان، ولو هو يصبح مكلف بالنسبة على الشركات وبالنسبة على الزوار، يعني مكان ما يطلع على سوريا فرق 150 دولار فرق عن طريق إيران، يعني بالنسبة للزوار اضطرت أن تسافر على طريق إيران، يعني صار عليها إجباري أن تطلع على طريق إيران. الجهات الرسمية أكد سعيها الدائم لفتح المطارات العراقية مباشرة أمام حركة المسافرين والمعتمرين، لكن جهودهم تصطدم في الغالب برفض الجهات السعودية.